في فير بلاي مواصلين لحد الماضي 3:30 في آخر نص ساعة من الحصة متاعنا اليوم. نستقبلوا بالتليفون الناطق الرسمي باسم الإدارة الوطنية للتحكيم الحكم رضا، الحكم السابق عفوا رضا فهمي. سي رضا أهلا بك. سي رضا مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس افير. مرحبا بك سي رضا. دونك اكيد سمعت وكما سمعت الناس الكل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي من حكم ظهر لي ما عادش حكم وليت تأكد لنا انت، خليت برشا جدال على مواقع التواصل الاجتماعي بإدارتها مقابله في القيروان ولا اعطينا التوضيح والتفاصيل ما عندك انت سي رضا. اول حاجه صح حبيت نعرج على حاجه، يعني كون المباريات اللي قاعده تصير تو بين الجمعيات الوديه ماناش قاعدين نعينونها في حكام الا اذا كان الطرف نتاعها الفريق الوطني نعين الحكام اللي مؤهلين باش يعملوا ولا يشاركوا في مسابقات افريقيه باش يكونوا حاضرين، يعني تو ما عندناش حكام يديروا في المباريات الوديه. ثاني حاجه بالنسبه للحكمه، هي حكمه شابه من درجه ثالثه، كان الفارت أخفقت في التاست ورنر والسنة هذية ما عملتش معناها انجاجمون متاحة باش تشارك في المباريات البطولة. بالنسبة لها يعني حكمة درجة ثالثة شابة كيف الشباب الكل لابد أن يكونوا يتعداوا على دائرة الحكام الشباب ويتعينوا مباريات الشباب قبل ما يصعدوا معناها لل المختلف في المسابقات الاخرى. معناها يعني ما تعينتش في حتى مقابله، مو صحيح الكلام اللي تقال. لا ما فهمتش، معناها ما عينناش حتى حكم في مباريات بين الجمعيات الثانيه لانه الوضع الوبائي صعيب، خلينا كان الحكام الدوليين والمؤهلين باش يديروا مباريات في النطاق الافريقي او النطاق الدولي يكونوا حاضرين. يكون فيها طرف الفريق الوطني، هذه ديسيزيون خديناها بالنسبه للسنا. وبالنسبه لها هي زاد ما ندخلوش احنا في الحريات الشخصيه نتاع الحكام، الحكم ينجم يهبط كل اللي يحب عليه هو صور او اعلانات. وانت يعطيك الصحه معناها من مصدر خذيت من الاداره الوطنيه للتحكيم، كما قلت لك الحكمه هذه ما عيناهاش وما عيناش غيرها من الحكام. وحتى كيفاش تتعين يعني لازم تكون عاملة معناها انجاجمون اللي هي ما عندهاش اثنين انجاجمون ولي زونجاجمون تفكروا بالنسبه للاثنين. ما تدخلوا في الحاجات كيما هكا نتاع ملابس نتاع حاجات كيما هكا بالنسبه للحكام سيفا ولا؟ والله شوف بالنسبه للحكام ممكن ياسر هي حكمه شابه مازالت ما تعرفش معناها اش معناها الحكم، يعني ماك تعرف ماهوش يعني اللي هو يعني شخص مش شخص عادي، شخص عمومي، شخص معناها تعترف به وتنضبط كل اللعبية في الملعب، لازم يكون هو منضبط في حتى في التواصل الاجتماعي. يعني نراو في حكامنا كانت راه معناها في الحكام الاخرين اللي بارزين واحد معناها ما يهبطوش حاجات كما هكا ولا امور شخصيه نتاعهم، لانه يعني هذيك تمسهم معناها نهار اخر تمسهم شخصيتهم في الملعب. يعني معناها ننصح الحكام الكل هي والا غيرها، خاصه الحكام الشبان، احنا حكام الشبان يعني موصينهم باش يكونوا معناها منضبطين حتى في لباسهم وفي اخلاقهم وفي في التواصل الاجتماعي وفي احترامهم للناس وفي احترامهم للرياضيين والناس عموما. يعني حاجه تدخل من الايجابيات نتاع الحكم يكون حاضر للمباريات. هذا الحكام الشبان انا قلت لك انا رئيس دائره الحكام الشبان ما عينتهاش حتى مره، مازالت ديجا هي ما تعداتش حتى الحكام الشبان يعني تشارك في المباريات كمساعده على النطاق الجهوي من رابطه تونس، لكن من دائره تعيين الشبان مازلت ما درجتهاش ضمن الحكام الشبان اللي يلزمهم يتعداوا على النطاق على المباريات الشبان باش ينجموا يتفلقوا معناها للمباريات الاخرى في الاقسام الاخرى. هذاك علاش يعني ممكن ياسر هي ما حضرتش حتى محاضرات او دراسات او انا ما ريتهاش الحصيل، معناها كنت نحاضر حتى في الرابطات كل مختلف الرابطات بما فيهم رابطه تونس، ما ريتهاش يعني ما حضرتش حتى لي كونسيني ونعطيوه الحكام والشبان ونقولوا لهم كيفاش يتعاملوا في الدنيا هذه باش ينجم يكون حكم ناجح. شنو ما قراتش حتى ما كنت في وقت ما قرات ستاجير معناها وقرات ولا؟
يمكن ياسر قرات القوانين الاسلام اما كي يتدرج الحكم كيكبر شويه معناها يبدا عنده درجه ثالثه وما اكثر يولي يحضر في الـ في الـ في الـ معناها في الاجتماعات الكبيره ويحضر في الدروس معناها اللي فيها كل شيء فيها القوانين وفيها معناها كيفاش يتعامل الحكم في الملعب وخارج الملعب وفي وعلى وفي النطاق الاجتماعي هذا كله معناها احنا يبدا حكم شاب لازم هي بالذات ما دخلتش في السيستم معناها نتاع الحكام اللي نجم معناها ترى عندنا حكام انا واحد من الناس انا رئيس دائره الحكام الشبان عندي 300 حكم شاب شويه كامله ولا تدخل اي فيسبوك نتاع الشاب احنا نقول لهم حتى كان يحب جمعيه يحبها في قلبه لانه معناها هو عنده جمعيات كل كيف ما يلبسش مريول الجمعيه نعطيهم فيهم في حاجات من طول ولاد الصغار تو كي ترى معناها اي فيسبوك اي حكم صغير تو ادخل فيسبوك نتاعه تلقاه معناها ما عندوش حاجات يعني تعمل حساسيه او تعمل باز او تعمل حاجات هذه احنا بعاد على الحكايه هذه اللي معناها اي حكم اللي دريمو يحب الباز يعملوا تكنيك مونستر اللي ترى مش في التواصل الاجتماعي. حكيتوا معاه تواصلتوا معاها سي رضا ولا؟ احنا لا نتصل باي حكم لم ينخرط معنا في معناها في الخراطات انا قلت لك ماهيش عامل الخراط نتاعها دونك ماهيش حكم نقول اما السنة ماهيش عامل الخراط نتاعها يعني انسان كي مش ينخرط معاك ما تنجمش تحكي معاه تدخل له لا لازم هكا لازم هكا ولا تعيط له ولا ما تمثلكمش معناها ما تمثلكمش معناها السنة لا ما عناش الخراطات يعني انا اتصلت بالاداره الوطنيه للتحكيم والسيد عواد الطرابلسي مدير الاداره ياكد لي كونه الحكمه هذه لم تنخرط في الموسم الجديد يعني ما اي حاجه خارج على معناها اي حاجه تعملها خارج على نطاقنا لانه ماهيش منخرطه معنا كان تحكم منخرطه معنا وعمل حاجات في المكان عيطوا له ونسالوه ونوجهوه ونقولوا له حاجات معناها لازم نعملها وما نعملهاش. مادام جبت انت سيدي ضاعه مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات الحكام حتى حبهم حكام دوليين الناس الكل شافتهم تدخلوا فيهم حاجات من النوع هذا ولا؟ طبيعي يتدخلوا بيان سور معناها الحكام هذا منخرط في 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 جمعيه او في جامعه او في لازم ينضبط قوانين الجامعه هذه وهذا احنا نقولوها الحكام نتاعنا هو ممنوع لاي حكم باش يدي بشيء او معناها صحيح يعطي راي ولكن الراي ما يمسش معناها الاشخاص او يمس الجمعيات او يقدح او كذا معناها هذه تدخل في السياسه قلت في التحضير النفسي للحكم يعني بالضبط هذا سؤالي سي رضا قدح في الاشخاص من قبل الحكم المساعد الدولي اللي هو يامن الملوشي على فيسبوك تواصلتوا معاه في النقطه هذه كاداره؟ والله انا الاداره هي انا نطق رسمي رئيس دائره تكوين الشبان يعني مانيش نطق رسمي باسم الاداره التحكيم هكا ولا؟ اي فوالا اداره التحكيم معناها نورمالمون اداره التحكيم باش تعيط له او عيطت له ما عنديش فكره بكل صراحه انا بدي ما قريتش حتى التدوين اللي عملها هو يعني مش انا ما نتبعش التواصل الاجتماعي للاسف معناها فهمتني الا اذا كان مع انسان انتريسي كما هكا ولا خرجت وكلمتني الاذاعات الكل باش تستفسر على حالات من راح نعطيه اللي موجود على الحاله هذه ام بما خص معناها مهبطين حكام كل حكم يهبط حاجه تحمل مسؤوليته. واضح. شكرا لك سي رضا يعطيك الصحة. يعيشك مرحبا بك استاذ. يعطيك الصحة السيد رضا فهمي الناطق رسمي باسم الإدارة الوطنية للتحكيم على كل التوضيحات بخصوص الحكمة سمر حسني بون اللي مش حكمة قال سي رضا ما عملتش لونجاجمون نتاعها السنة حكمة كانت الموسم الماضي سنة ما عملتش لونجاجمون نتاعها في الجامعة التونسية لكرة القدم بالتالي ما عندها حتى علاقة بقطاع التحكيم حاليا وما عندها حتى مقابلة لا في القيروان وإلا في غير القيروان على عكس ما أشيع في بعض وسائل الإعلام الأخرى. هكا نكملوا حصتنا من فير بلاي اليوم. شكرا منال الساسي في الإخراج، شكرا آدم المدب اللي أمن لكم اللايف ستريمينج على الباج فيسبوك اللي المقاطع الكل متاع الحصة متاعنا تلقاهم في العادة على الفيسبوك متاعنا إكسبرس أفام وإلا إكسبرس إسبور. أجمل تحيات إسلام المدب.